امبارح صاحبتي ليلى بعثت لي سناب شات عملت باستا ديش كان شكله كثير طيب. سو انا تحمست وطلبت من جوري باستا بوكس واجيني اليوم وكثير شكله مهضوم العلبه اللي اجت فيها. صراحه كثير متحمسه لاشوف شو في جوا. سو اجيني وايت باستا صوص وجودي سباجيتي ومكعبات دجاج. الجودي كيتشن ماجازين فيها اكيد كثير ريسيبيز فينا نعيزهم وافكار، في كثير افكار من جوا اكشلي فينا نعيزهم. سو عم فكر بلا ما اعمل صوص ابيض بعمل صوص شوي لونه زهر. فينا نحط بقلبه الشمندر، يعني لون هاي البصله ولون الشمندر كثير قراب لبعض، رح يعطي عن جد لون كثير حلو بالاكل. انا الصراحه ما بحب اطبخ بزبده كثير، فبحب فضل حط زيت زيتون لانه افيد. هلا لما سقت الباستا، انا الصراحه الباستا السباجيتي بحب انجا اسلقها يمكن شي 10 دقائق ماكس، 7 دقائق 8 دقائق، بحبها تكون الدنسي، ابدا ما بحبها تكون كثير مهلوطه لانه بتطلع خابصه، ما بتطلع كثير طيبه. دايما بدقرها هيك. بيرفكت. رح تهلط معي، رح اتركها هيك وحطها هلا على جنب وروح كمل الصوص الشمندر. فطلعت الشمندر، انا كثير بحب الخضره تكون فريش وبفضل يكونوا كمان اورجانيك. هلا بس يطبخوا شوي يمكن شي 5 دقائق رح ارجع ازيد الوايت صوص اللي اجاني بالجودي باستا بوكس واخفقهم سوا، رح يكون لون كثير حلو، رح يكون لايك بينك، لون زهري كثير حلو. هلا بدي اخذ الصوص واعمله بيوري. فينا اعمله بيوري بذا هاند ميكسر، اما فينا احطه بالفود بروسيسور، بس الصراحه بلاقي هاي اهين شيء. عن جد ما معقول اللون شو حلو. اوكي سو اول شيء بدنا نحط اور باستا. الطلعه بيرفكت، ما هو في ولا وحده ملزقه مع بعضها على فكره. شموا هالريحه، ما معقول شي ريحتها طيبه. هلا جايه صاحبتي روان تتغدى، عزمتها على الغدا وقالت لي رح تمرق لعندي، لتشوف شو رح تقول عن هالكرييشن الجديده اللي عملتها. انا كثير بحب الروستيك لوك، فبدي احطها بجات اسود وتعمل كونتراست مع هذا اللون بين فوشيا وزهر. رح اخلطهم سوا، واكيد بنتي الصغيره كثير رح تنبسط انه عملت لها باستا زهر. مامي شو رايك بهالاختراع الجديد؟ ياي شو حلو. سو ان شاء الله تكون رح تعجبهم. شو رايكم؟ ان شاء الله تعجبكم. نايت؟ روان بليز تفضلي. ما في احلى من الواحد يبسط عيلته واصحابه، انتو كمان فيكم تبسطوا عيلتكم. اطلبي الجودي باستا بوكس من موقع مطبخ جودي، شاركينا وصفاتك على هاشتاج خياراتك ما تنتهي.